الرئيس السيسي يشهد اليوم احتفال مصر بالمولد النبوي ويكرم عددا من العلماء. العائلة السعودية افتتح اليوم أعمال مجلس الشورى واستعرضوا سياسات المملكة. الجيش السوري يستعيد مواقع من داعش في السويداء. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهرة، اهلا بكم. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف. وقال وزير الاوقاف محمد مختار جمعة ان الرئيس السيسي سيوجه كلمة الى الامة الاسلامية، كما سيكرم خلال الاحتفال ثمانية من الشخصيات التي اثرت الفكرة الاسلامية من مصر والخارج، فضلا عن تكريم كل من مفتي كازاخستان ومفتي اوغندا لفكرهما الوسطي المعتدل ودورهما في خدمة القضايا الاسلامية. تلقي اليوم وزيرة التخطيط هالة السعيد كلمة نيابة عن الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة. وأوضحت الجامعة العربية بأنه سيتم التركيز خلال الجلسات على موضوعات التمويل المستدام والقضايا المتعلقة بتحقيق التوازن بين التنمية الريفية والحضرية. يفتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى. ومن المقرر أن يلقي الملك سلمان خطابا أمام المجلس يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية. تظاهر إيطاليون أمام البرلمان الإيطالي احتجاجا على زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد. وكشف موقع قطر ليكس أن المتظاهرين رفعوا لافتات تذكر بالدعم القطري للإرهاب في أوروبا، ونددوا بانتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة، كما دعوا لإلغاء القمة المزمعة بين الرئيس ماتريلا وتميم. انسحب مئات من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من قلب منطقة جبلية في جنوب شرقي سوريا على إثر هجوم كبير للجيش السوري. وأوضحت مصادر محلية أن عناصر التنظيم الذين كانوا متحصنين في جبال تلول الصفل وقاع بشرق السويداء بدأوا انسحابهم في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب دبابات الجيش السورية المدعومة بغارات جوية. بدأ رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف زيارة إلى فيتنام تستمر يومين، ويجري رئيس الحكومة الروسية محادثات في هانوي مع رئيس الوزراء الفيتنامية ورئيس البلاد لاستعراض تنفيذ مشاريع مشتركة في البنية التحتية والتكنولوجيا. نهاية موجز السابع. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.